الجاية على الباحة برعاية صاحب السمو الملك الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة. انطلقت اليوم أعمال قافلة التنمية الرقمية المتنقلة في 42 مركزا في المنطقة ومحافظاتها. تفاصيل أكثر نأخذها مباشرة مع زميلنا علي الصافي. نبغى نأخذ معلومات أكثر علي عن هذه الفعالية وتعطينا معلومات أكثر عن المناطق والمحافظات الموجودة فيها. مساك الله بالخير علي. مساء النور والسرور مجاهد عليك وعلى جميع من يتابع الشاشة السعودية ولأصدقائنا خلف الشاشة وأصدقاء برنامج ديرتنا. في الواقع وفي الحقيقة أن هناك الكثير من المبادرات في شتى المجالات تطرح في منطقة الباحة، ولكن من حرص القيادة الرشيدة على وصول جميع الخدمات إلى المستفيدين في مقر عملهم في بيوتهم في أماكنهم أتت هذه القافلة قافلة التنمية الرقمية المتنقلة في منطقة الباحة تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة. وكما ذكرت فعلا يا مجاهد 42 مركز في منطقة الباحة سوف تجوبها هذه القافلة على مدى 3 أشهر للوصول إلى جميع الشرائح والفئات وتقديم الخدمات، ولها العديد من الأهداف. اليوم جمعية تعاطف الصحية الخيرية تقدم أيضا باكورة جمال باذخة في هذا الموقع لخدمات المستفيدين. نشوف تفاصيلها مع الأستاذة أسماء أحمد الغامدي مديرة إدارة خدمة المستفيد. حياك الله أستاذة أسماء ومساء الخير علي. أهلا أستاذ علي، مساء النور. إحنا طبعا جمعية تعاطف هي جمعية خيرية تقدم خدمات صحية في منطقة الباحة. برامج الجمعية هي العلاج الخيري، تقديم العلاج الخيري، أيضا تقديم مستلزمات طبية، أيضا نقل مرضى الفشل الكلوي، ويوجد لدينا مركز للرعاية النهارية لذوي الاضطرابات النمائية، أيضا برامج العيادات المتنقلة والتوعية والتثقيف الصحي. طيب إذا بغيت أسأل عن فريق العمل اللي معاكم، من إيش يتكون؟ الحمد لله عندنا استشاريين من مختلف التخصصات، نعم. والجمعية أيضا تقدم العديد من الفرص التطوعية، وبلغ عدد المستفيدين لعام 2023 8330 تقريبا. هدفنا إن شاء الله، هدف الجمعية هو تقديم خدمات صحية متميزة في المنطقة. شكرا لك أستاذة أسماء، صراحة معلومات جدا جميلة، يعطيك ألف عافية، وشكرا لجمعية تعاطف على الدور اللي قاعدة تقدمه. العفو، أهلا وسهلا فيك. طبعا كما سمعت يا مجاهد هناك الكثير من الخدمات التي تقدم في هذا المكان، أيضا من الأهداف الجميلة للجهات 16 جهة مشاركة معنا في هذه القافلة، التوعية بأحدث الأنظمة وإظهار أفضل التسهيلات التي هي موجودة في هذا المكان للوصول إلى الوعي المجتمعي بجميع الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية وأيضا بعض الجهات الخاصة لخدمة المواطنين، لأن خدمة المواطن أولا هي شعار حكومتنا الرشيدة. وفعلا هناك مقولة تقول أن حب الوطن من الإيمان، ويتجسد هذا المصطلح الجميل في التلاحم يعني اللي نشوفه احنا بين القيادة والشعب. كل التحايا لك ولجميع السادة المشاهدين، كان هذا النقل إليكم من الباحة في الأجواء الجميلة، ونعود إليكم بالصوت والصورة. شكرا علي، أكيد، وشكرا للمشاركين، الله يبارك جهودهم إن شاء الله ويقويهم يا رب.